السلام عليكم خاوتنا، ما شاء الله وتبارك اويلت، وغنشكر ربي سبحانه وتعالى اللي عطانا هاد لوكازيون اللي جينا لهنا مع الشيخ ياسين، وسورتو سورتو التيم تام كامل تاع الفتح تراست. الشيخ ياسين جمعه مباركه، خطبه تاع اليوم سمعت باللي ليله هذا ياسين ليله تاع الكشك، ما شاء الله خطبه واوتور تاعها والله العظيم ما شاء الله وتبارك. سيكندلي لازم نشكروا ليكيب تاع ابن باديس، راهم خلو بزاف حوايج، ورانا دوك تيك المشروع تاعنا راهو كات كنقولوا واحد 40% رانا اب، بصح مازالوا هاد الربع شهور هادوما الايم تاعنا ان شاء الله في 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 رمضان ان شاء الله بريمي مارش ان شاء الله يكون واجد على جال هذيك، انا غير نكتيفو نجبدو ونجبدو. بصح لا كوليكسيون تاع اليوم دوناشن تاع اليوم او وي لايك تو تيك ايفريبودي هو تيك بارت اوف ذيس كوليكشن، على خاطرش رانا طمينا 2292 باوند. ويدين وان اور ما شاء الله وتبارك. شيخ كي تسمع هكذايا الجوامع راهم طالعين، العباد راهم يجوا، لي فولونتير راهم يخدموا، واش تقول لهم؟ قول لهم ربي يجازيكم، ان شاء الله ربي يتقبل منا، ان شاء الله الاعمال تكون خالصه لله، تكون صادقه لله سبحانه عز وجل، وان شاء الله احنا دائما نقولوا للجاليه تاعنا الكوميونيتي تاعنا جيت توجذر بي توجذر ان شاء الله. اليوم في اول كانت رود، غدوه في فيزبري بارك، هذا في هارزدن، يعني ان شاء الله هذه المساجد وهذه المتاجر وهذه ليزاكتيفيتي وهذه يعني كيما نقول الانجازات ان شاء الله تزيد تكثر والخير يعم، وان شاء الله الاولاد تاعنا والجيل تاعنا اللي راه جاي هما اللي راح يستفادوا، احنا وي هاف يو ييرز ان شاء الله كيما نقولوا نروحوا، بصح ان شاء الله يكون خير خلف لخير سلف. ربي يجازيكم، وبيوت الله هي البركه، بيوت الله هي الامان، بيوت الله هي ابواب الخير، فلا تبخلوا على انفسكم وين تلقاو حق. ما شاء الله تبارك خاوتنا، حنا المشروع تاعنا تاع ابن باديس في الاوركاتور جا في كوبرز روك، ماشي غير الصلاه وماشي غير التراويح، فيها ثاني لي زاكتيفيتي سبورتيف، نعلموا فيهم الكاراتي الشبان تاعنا، نعلموا فيهم الجيدو، نعلموا فيهم البوكس، وثاني نقروهم القران. لوبجيكتيف تاعنا باش نقروا بلادنا القران، وثاني تقعد في الاجيال اللي جايه، كما قال الشيخ ياسر انا كامل في سفينه واحده، ما تنساش هذه، وكل نفس دائرة الموت، بالك مازال لي 10 ايام، بالك مازال لي نهار، بالك مازال لي 100 سنة، على بالي، بصح أمور نخلو حاجة معنا. شيخ ياسر قبل ما نروحوا كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما شاء الله. يعطيكم الصحة، وثاني باش تشكروا جميع تاع ابن باديس، وسيرتو ما ننساوش خويا نور الدين تشامن، هو ثاني راهو يخدم، راهو يخدم، إن شاء الله ربي يخلينا كامل نخدموا ونطوروا، وشاك انفورماسيون، شاك نيوز جينا نزيدوا نشاريوها معكم في المستقبل. برك أنا حبيت نزيد إضافة. يعني ممكن كاين يعني في كل الجمعيات وفي كل المؤسسات وفي كل يعني الشركات، في كل يعني وين نروحوا دائما يكونوا كاين ناس مجموعه اللي تظهر، بصح كاين بزاف الناس اللي راهم في الخفاء، الناس اللي ماهمش يبانوا راهم يعاونوا راهم يديروا راهم يعني كيما هذوما ربي ان شاء الله يتقبل منهم. قالت احنا لازم كيما نقولوا نشكرهم يعني كيما نقولوا وي سبورت باش يكملوا هذا المسيره، لاننا كيما قال نحن في طريق طويل ونحتاج الى كثير من الزاد. الله يبارك كما قال الشيخ ياسر، حتى انا قعدنا في الخفاء كما الشيخ ناصر نذكر اسمه دوكاتي، هو ثاني مع البيلدرز مع الشيخ بانو كلش راهم 24/24. ربي يطولنا في العمر ولا نسيناكش واحد، راكو على بالكم راكو كاع مع التيم تاعنا هنايا في وندم لودج، يعطيكم الصحه كاع التيم هذوما تاع الشاست، قاموا بنا عطونا الباركينغ، قاموا بنا هنايا، ربي يطول في عمركم، ربي يكثر خيركم، وان شاء الله ان شاء الله ذا نيكست نيوز ولا ذا نيكست امبروفمنت اللي نديروها في المشروع رانا شاريوها في الفيسبوك، كملوا تبعونا، ونقول لكم سلام 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 عليكم.